بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم أهم مشاكل اللي تصيب العين والبصر وطرق معالجتها وعلاجها. نبدأ اليوم بـ How the eye works. نبدأ شلون نفهم إنه عملية عمل العين. اولا راح ناخذ الهيلثي اي لايتس رايز انتر ذا اي ثرو ذا كلير كورنيا بيوبل اند لينز، مثل ما اخذنا بالمحاضره السابقه انه يتم مرور الضوء عن طريق الكورنيا بعدين من خلال بيوبل اند ذن لينز. بعد اللينز هنا تبدا مرحله توجيه الضوء خلال اللينز. These light rays are focused directly onto the retina. The light sensitive tissue lying in the back of the eye. راح يمر من اللينز يتم تركيزه focus directly on the retina اللي هي الشبكية. The retina convert هنا يجي دور الشبكية بالعين. The retina convert lights to light rays into impulse. تتحول إلى impulse. و send through the optic nerve. وترسل من خلال العصب to your brain. Where they are recognized as image. وهناك يتم معالجة كصورة. مثل ما أخذنا سابقا قلنا أنه 70-80% of the eyes focusing power coming from the cornea and 30% from the lens. يعني 20%-30% تتحكم بها اللينز و 70-80% تتحكم بها الكورنيا. شنو المشاكل او الايرورز اللي تصيب العين؟ من اهم المشاكل اللي تصيب العين هي reflective errors. reflective errors يعني الانعكاس الخاطئ، العفو الانكسار الخاطئ. Inability to see clearly is often caused by reflected error. أغلب شيء اللي يصيب العين إنه عدم الرؤية الصحيحة غالبا ما يكون سببه هو reflective error. وراح نجي إلى أنواع reflective error. Four types of reflective error. الميوبيا اللي هي near sights near sight والهايبروبيا اللي far sightness والاستجماتيزم والبريسوبيا. وهنا راح ناخذ وحده وحده. عندنا ريفلكتيف errors. نبدأ بالحالة الأولى اللي هي مايوبيا. المايوبيا أو النير سايت ناس هنا راح يكون there is too much optical power. ناش راح يكون عندنا too much optical power in the eye. The distance between cornea and the retina may be too long. هنا شكل العين راح يكون ما متناسق. على افتراض انه الكورنيا ما بيها مشكلة واللينز ما بيه مشكلة، فهنا راح يكون شكل العين اشبه بالبيضة، فراح يكون الضوء ما راح ينعكس مباشرة على الريتينيا وانما راح ينعكس على منطقة قبل الريتينيا وهذا يسبب لنا المشكلة. هنا راح the distance between the cornea and the retina may be too long. The distance between الحالة الثانية the cornea and the retina may be too long or the power of the cornea and the lens may be too strong. أو المشكلة وين؟ باللينز والكورنيا، يعني التحدب مالتها قوي فهنا يسبب لنا انعكاس في نقطة قبل الريتينيا. فهذا شيء يسبب لنا من مشاكل. راح يصير عندنا close object والاوك clear، يعني الاشياء القريبة راح تكون واضحة
But distant object will appear blurred. يعني شنو؟ ضبابية راح تكون غير واضحة. إذا تلاحظون، ولذلك يسمونه بعد بالمصطلح العربي أو near sight، العفو قرب أو near sightness، يعني الأشياء القريبة نشوفها والبعيدة نشوفها بلوري. هذا مثال، هاي الصورة اللي بيها هذه الطفلة يمثل لنا المايوبيا. نشوف صورتها كانت كلش واضحة وكلير بالنسبة لنا، لكن إذا تباوعون للصخور اللي وراها راح تكون ضبابية. هذا المريض يعاني هاي المشكلة، إذا كان عنده هاي المشكلة يعتبر مايوبيا. الهايبروبيا، الهايبروبيا هي عكس المايوبيا، انه يكون عندنا الفار سايتنس، يعني الاشياء البعيدة نشوفها بوضوح والاشياء القريبة ايش راح تكون؟ ما نشوفها بوضوح، راح تكون ضبابية. There is too little optical power. المشكلة too little optical power. The distance between the cornea and the retina may be too short. هنا راح يكون المسافة قريبة. قريبة. فمثل ما تعرفون الشكل البيضوي مو دائري، راح تكون كأنما القطر مالته اكو قطر كبير واكو قطر صغير. فهنا أنا كأنما راح يكون العين على شكل القطر الصغير. Light rays are focused behind the retina. هنا أنا راح يكون الفوكس behind the retina off on it، يعني راح يطلع خارج العين. In adult but not necessary in children, distance object will look clear but a close object will appear blurred. هنا أنا إذا تلاحظون صورة الفتاة اللي قبل شوي شفناها راح تكون شكلها ضبابي بالنسبة للي عده بعد، لكن الصخور البعيدة راح تكون واضحة. فهذا هو أهم العوامل أو أهم الملاحظات على هذا المرض. عندنا الحالة الأخرى اللي هي استجماتيزم. The cornea is curved unevenly. هنا المشكلة وين راح تكون؟ بالكورنيا، بحيث الكورنيا تكون محدبة بطريقة مو متساوية، even unevenly يعني بالصورة غير متساوية. Shaped more like a football than basketball، يعني شكلها مثل الطوبة أكثر مما هي مثل الباسكتبول. Light passing through the uneven cornea is focused in two or more locations. هنا راح يكون عندنا وكأنما عدستين محدبات راح يسلطن الضوء على نقطتين، يعني الكورنيا كأنما مكونة من عدستين مدموجات، فراح يصير عندنا نقطتين للرؤية. Light passing through the uneven cornea is focused in the two or more locations. Distance and close object may be appear blurry. هنا أنا راح يكون عندنا مشكلة إنه المنطقة البعيدة والمنطقة القريبة راح تكون اثنيناتهم ضبابية، فهذا استجماتيزم ويعتمد على درجة الاستجماتيزم اللي موجودة. البريسبايوبيا is normal condition. البريسبايوبيا اللي هي الحالة الرابعة هي حالة طبيعية، normal condition in which your eyes gradually lose the ability to focus think up close. إنه تفقد السيطرة نتيجة العمر تدريجيا على ability to focus think up close، يعني تقدر تركز للأشياء القريبة والبعيدة بسهولة، فراح تفقد هذه السيطرة. وين we are young، عندما يكون الانسان بمرحلة الشباب، the lens in our eye is flexible. هنا يرجع هذه المشكلة الى اللينز، فهنا اللينز يشرح بيها تفقد الفلكسبيليتي and is able to change focus،
easily between near and far object. يعني أنا هسا أريد أباوع على جزء بعيد، أتحكم باللنز بحيث إنه أخلي الضوء يسقط على الريتينيا، وإذا كان قريب نفس الحالة أتحكم باللنز. لكن هذا التحكم هو يعتمد على الفلكسبيليتي لللنز، وهذه اللنز تفقد هذا الفلكسبيليتي بمرور الزمن، وعادة at around age 40 this flexibility naturally begins to gradually decrease making it more difficult to see object up close. فهنا يفقد هذا، وواحدة من العلاجات يا اما surgery يا اما treatment. Eye glasses واحدة من العلاجات. Eye glasses are the most common method of correcting reflective errors. They focus light ray directly on the retina لتصحيح البصر، طبعا مثل ما تعرفون اللي هي النظارات. وأيضا الكونتاكت لينز هي العدسات، ممكن نستخدم العدسات اللاصقة acting like eye glasses. Contact lens float on the tear film that coats the cornea. They focus light ray on the retina. أيضا عملها نفس عمل الجلاسز، لكن فقط أنه تنوضع داخل العين. Reflective surgery طبعا هنا من عمليات تصحيح البصر المشهورة، هذا عدة أنواع تسمى بمختصرات خاصة بتصحيح البصر. Reflective surgery. A variety of surgical procedures that permanently alter the eye, such the light rays, are focused on the retina to improve vision. مثل ما تعرفون إنه بعض العمليات تقدر تصحح البصر وتخلي المريض إنه يخلع النظارة أو العدسات اللاصقة ويصير بصره طبيعي جدا. The most common reflective surgery procedure طبعا هذا يعتمد على surgery procedure. Homework أطالبكم إنه هذه العمليات اللي هي اللازك والإيبالازك والPRK والليزك والCK والAK والRK واللوليز وأيضا الRLE والإنتاكس، لأن كلهن أسماء بروسيجر يعني خاصة بالبروسيجر مع العمليات تصحيح البصر. كهومور كل واحد يقدر انه يعرف هذه الطريقة اش تختلف عن الطريقة الثانية، احتمال تجيك عرف هذه الطريقة اش انه تختلف عن هذه الطريقة الثانية. فكهومور هذا راح يعتمد عليكم، بمجرد انه تسوون سيرش بالانترنت باسم البروسيجر راح يشرح لك اياها مباشرة. الكومن اي ديزيز احنا مثل ما قلنا اكو كوركشن نتيجة خطأ واكو امراض. فشنو الامراض الشائعة اللي تصيب العين؟ In addition the reflective errors many kinds of eye disease can affect your sight. Vision changes are not always evident right away. يعني مرات الامراض تكون موجودة بالعين لكن not always at evident right away. شنو هذه الأمراض؟ The common eye disease مثل age-related macula degeneration اللي هي AMD، وهذه من الأمراض اللي تصيب كبار السن. و may have many contributed factors include the natural aging process يعني نتيجة تقدم العمر. The macula may be generate or atrophy over time. Possibility affect your retina vision. هنا داخل السائل الزجاجي اللي موجود داخل العين راح تتكون نقط
سوداء dark area. هذه النقط السوداء راح تظهر بالرؤية. فالسائل الزجاجي المفروض شفاف 100%، لكن راح يحتوي على شوائب نتيجة إصابة العين بمرض، وهذا المرض يسوي كليرستلايز، يعني يسوي مادة بلورية، وهذه النقاط البلورية راح تتحول إلى نقاط سوداء، فشوف نقاط سوداء بالفيجن. الأعضاء أو الأشياء أو الأعراض اللي يصيب العين بلوري فيجن، صورة ضبابية دارك or MBT area in center vision, straight line maybe look of wavy شكله على شكل خط أو wave, no specific treatment لحد الآن ماكو علاجات للي dry from AMD. أكو نوعيتين، أكو dry وأكو wet، لكن نقدر نعتمد على العلاج، لكن الwet أكو علاج يمكن إنه يعالج. طبعا الدراي هو مراحل متقدمة من المرض، أقل أكثر بهواية من الوت. الوت يكون أقل وأخف في بداية المرض. المرض الثاني الجلوكوما، اللي هو مصطلح موجود حاليا عندنا، إنه مثلا الماء الأبيض أو الماء الأسود، هذا يسموه الجلوكوما، وهو انه الدرينج، العملية تصريف المياه في العين يصير بيها انسداد او ضعف نتيجة انسداد قناة التصريف، وهذا بسبب ارتفاع ضغط العين. A leading cause of loose vision and blindness، وتقود هذه طبعا هذا المرض يؤدي الى العمى، especially for older people، وغالبا ما يصيب الناس الكبار. مثل ما تلاحظون بالصورة، المصاب بهذا المرض يبدي يشوف هالة سوداء حول الصورة او اطار اسود، ويفقد الصورة، ويبدي هذا الاطار يكبر الى ان تختفي الصورة ويتحول الى blind في حال عدم معالجة المرض في اوانه. disease of the optic nerve commonly due to increase intraocular pressure، وهو السبب الأساسي ارتفاع ضغط العين الـ IOP when optic nerve fiber are damaged، وطبعا هذا راح يسبب لنا إلى دمج للـ optic nerve. وإذا اندمر العصب البصري فهنا صعب بعد نهائيا معالجة العين ويتحول إلى أعمى. A blind spot or loose vision usually go under detect until the optic nerve is specifically damaged. Treatment all aimed at lowering intraocular pressure, eye drop, laser surgery. هنا شنو هي العمليات أو التريتمنت المعالجة؟ أولا تخفيض ضغط الدم، العفو ضغط العين. اثنين eye drop عن طريق قطرات، ليزر سيرجري، conventional سيرجري، يا اما عن طريق عمليه جراحيه، يا اما ليزر سيرجري، to shunt fluid، to shunt يعني to لفتح مجرى fluid للفلويد the eye by required depending on the type of the glaucoma and its stage، تعتمد على المرحله اللي بيها. early detection and treatment، نركزوا على هذه الملاحظة المهمة، يقول early detection and treatment are the keys to prevent vision loss from glaucoma. إذن الشخص المفروض يسوي فحص كل 6 أشهر إذا بدأ عمره يصير فوق 45 لتجنب الإصابة، لأنه كل ما تكتشف الجلوكوما في وقت مبكر كل ما يكون العلاج أفضل وأكثر نتائج. ايضا المرض الاخر اللي يصيب العين اللي هو diabetic retinopathy، اللي هو يصيب الناس المصابين بالسكر،
والديابيتيك ميلتوس is the inability of the body to use and store sugar properly, resulting in high blood sugar levels. هنا ارتفاع مستوى السكر بالدم راح يسبب لنا change in veins, arteries and in the body include the eyes. يعني راح يأثر على الشرايين والأوردة ويسبب لنا damage ويسبب لنا occur to the fragile blood vessels of the retina. يسبب لنا انفجار بالأوردة اللي موجودة بالريتينيا نتيج ارتفاع السكر. سيبتمز راح يكون عندنا بلورت ايضا decrease vision, loss of vision, ضعف البصر وضبابية. العلاج لهذا المرض اللي هو diabetic retinopathy treatment usually laser surgery, occasionally conventional surgery. You can significantly lower your risk vision lose by maintaining strict control of your blood sugar level, a frequent visit to your doctor. طبعا هنا تحتاج الى انه تزور الطبيب عدة مرات وتتابع حالتك والسيطر على السكر وبهذه الحالة تحافظ على البصر. المرض الاخر اللي هو كاتراكت, واصور احنا شرحناه بالمحاضرة السابقة لكن هنا نطلع عليه ضمن امراض العين اللي هو age related cataract is the most common form. هو اكثر الامراض شيوعا بالعين. The eye normally clear lens becomes cloudy, انه اللينز تتحول الى cloudy ضبابية, preventing light from the focusing sharply on the retina على الشبكية. Symptoms blurry vision, glory or light sensitive, هنا تحسس من الإضاءة, poor night vision, difficult driving, yellowing, صير الصورة صفرة. وعادة هذه يتم معالجة هذا المرض مثل ما أخذنا سابقا عن طريق surgery remove the cloudy lens, إنه يتم إزالة الكلاودي لينز, نشيل العدسة الطبيعية و replace it with the artificial intracollar lens implant IOL. If cataract symptoms are not adversely affecting your daily activity, إذا ما كان يسبب لنا مشكلة يمكن باستخدام النظارة بدون ما نرجع إلى العملية. Preserve good vision with regular visiting to doctor or other medical professional. Infant, هنا شلون نحافظ على سلامة العيون من خلال زيارة الطبيب الدورية حتى لو كان نعتقد انه احنا الرؤية مالتنا سليمة. فمثلا infant and young children, الأطفال الصغار والرضع should visit ophthalmologist or other medical professional at the following interval. A newborn 2-3 months, اللي طفل اللي توه مولود لازم بعد 3 أشهر مباشرة لازم يروح للطبيب. ليش؟ هنا ملاحظة, لأن الطفل ما راح يقدر أنه يتكلم أو يعبر عن حادثة أو تقدر تعرف السيبتمز إلا من خلال, يعني صعب أنه تلاحظ أنه هذا الطفل يجوز هو عنده مشكلة بواحد من عيونه أو فاقد البصر من أحد العيون أو كلاهما. فهنا نحتاج أنه نأخذ للطبيب يفحصه بطريقته الخاصة أو السبيشاليست بحيث انه نتأكد من سلامة العيون. فنيوبورن كل 3 أشهر, بداية 3 أشهر ناخذه, بعدين من 3 إلى 6 مونس
6 months to 1 year and من 3 to 3.5 years 5 years. إذن هاي المراحل أو المواعيد اللي نقدر ناخذ بيها المريض أو الإنسان للمراجعة الدورية. Other medical professional include family physicals غيرها من الأطباء قد يساعدون في هذه الزيارة. Age preparation, appropriate eye and vision evaluating should be performed in newborn period at all subsequent health supervision. مثل ما قلنا انه كل ما يكون الطفل خلال فترة الطفولة الاولى قدرنا نفحصه وندقق البصر مالته ونتابع البصر راح نحافظ على healthy eye. The screening process includes history in order to assess risk factors as well as examination. Vision testing should be performed for child at the earliest age. That is practically and it is recommended for all children starting at 3. مثل ما قلنا بالشهر الثالث للنيو هنا نجي الى الرجولر او visit your doctor at the following intervals. Aged from 20 to 29 at least one during this period. يعني من 20 الى 29 نحتاج الى مرة خلال هالفترة. This will risk factor of glaucoma people in Africa. Deceased or this have family history glaucoma should be seen every 3-5 years. أغلب اللي جايين من أفريقيا عندهم مشكلة الجلوكوما وراثية لذلك لازم يكونون من 3 إلى 5 سنوات يزورون الطبيب كل 3 إلى 5 سنوات كل 3 سنوات أو 5. أما العرق الثاني أو الجنس الثاني من البشر فيقدر من 20 إلى 29 سنة مرة واحدة يروح للطبيب حتى لو كان سليم 100%. من عمر 30 إلى 29 at least twice during this period. إذن من 30 إلى 39 خلال هاي 9 سنوات تحتاج تزور المريض مرتين فقط. لكن أكو سبيشاليتي بالعيون بالنسبة للأفريكان ديسنت وهم يقصد بها العرق الأفريقي هنا those with risk factor for glaucoma يعني عندهم احتمالية الإصابة بالجلوكوما عالية فهنا يحتاج بهذا العمر كل 2 إلى 4 سنوات يزور الطبيب. عندنا من عمر 40 إلى 64 كل 2 إلى 4 سنوات وبعد 65 كل 1 إلى 2. أما people with diabetes should visit their doctor once a year. أما اللي عنده إصابة بالسكر فيحتاج يشوف المريض الطبيب كل 1 مرة وهذا طبعا يكون إجباري حتى لو كانت صحته جيدة أو بصره جيد للحفاظ على بصره. وشكرا لكم انتهت المحاضرة.